تعليقك على هذا الجانب تحديدا، لانه جانب مهم جدا. اذا كانت قوى الحريه والتغيير كما تحدث الاستاذ محمد عمر هي غير موجوده بشكل واقعي على ارض الواقع، مما يعني صعوبه التفاف القوى المدنيه على مشروع موحد لمقاومه هذه الاوضاع. طبعا لا يمكن طبعا باي حال من الاحوال ان نقول ان الحريه والتغيير غير موجوده. الحريه والتغيير موجوده، صحيح حصلت تطورات في بعض قواها سواء كان ككتل او كاحزاب يعني او كمكونات احاديه، حصل هنالك فرز كبير جدا في داخل هذه القوى. استطاعت هذه القوى لاحقا بالاعلان السياسي في 8 سبتمبر حقيقة أن تعيد صياغة تكوين الحرية والتغيير، هذا التحالف الكبير بأفق جديد. دخل بموجب حزب الأمة الذي جمد كان عضويته في الحرية والتغيير، ودخلت الجبهة الثورية، ودخلت أيضا القوى المدنية وتجمع المهنيين الطرف الأساسي في التجمع، ولأنه حدث في التجمع أيضا انشقاق، بالإضافة إلى القوى المدنية، بالإضافة إلى أحزاب كانت موجودة وتكوينات كانت موجودة أصلا سابقا في قوى الحرية والتغيير. فإذا يعني الشد والجذب أو الفرز الذي حصل داخل الحرية والتغيير لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نسميه يعني حالة انقسام، لأنه المكونات التي اختارت موقع فيما يسمى بمساق التوافق الوطني، يعني إذا جينا مسكناها واحدة واحدة، يعني العدل والمساواة لم تكن أصلا إلا في السابق عندما كانت جزء من حركة، جزء من تحالف نداء السودان، وبعد ذلك عندما خرجت وفاوضت كجبهة ثورية ضمن الجبهة الثورية أصبحت هي كتلة منفصلة وجاءت شاركت بموجب اتفاق السلام المعروف. كذلك حركة تحرير السودان مناوي أيضا ينطبق عليها نفس الوصف، بالإضافة إلى بعض المكونات التي كانت جزء من نداء السودان كحزب البعث السوداني.